مساء النور. اليوم واحد الموضوع يعني في إطار نضال شخصي يعني ضد ما يسمى بمافيا العقار. واجهنا منذ سنين ما كان تحتي جراء يقول كلمة مافيا في هذه البلاد هذه. كانوا كيتابعوه. المهم أن هذا العمل يعني وصل واحد الدرجة أنه تفضح وهناك متابعات والناس وعات الحمد لله في هذه الجهة، لكن هناك الكثير من المصائب لا زالت تحلق. في إطار استقلالية السلطة القضائية اللي هي كانت الهدف الأول للتخلص، لأنها كانت النيابة العامة تحكم فيها وزير العدل، فاليوم هاد السياسيون السوسة تحيدات لهم هاد السلطة ولات استقلالية السلطة القضائية. فلهذا اتخذ واحد القرار اللي هو جميل جدا في إطار يعني المعلومات حول شهود الزور. فكنتفاجئ بوزير العدل اللي كيخرج تيقول ما حلا اكتشف المسخون، واحد لقيناه في هاد المعطيات تيشهد 40 مرة، وانت راك تكذب على مافيا العقار. وداك الجنوب راه عندنا التنسيقيه تماك، شحال من شكايات، شحال من وقفات، شحال على هاد شهود الزور اللي دمروا وداو وكيتجولوا في المناطق، منطقه ما كيعرفها ما تزاد فيها ما خلق فيها، وكلهم ونفس العصابه ونفس الاشخاص ونفس المحامون اللي كينوبوا كيشردوا في اسارو. على اين انه خرج لكن داك الناضلو وخلصنا بحريه، نتوما بالحريه ديالنا خلصنا، وانت وامثالك كتنوبوا على اكبر مافيا العقار مدينه الدار البيضاء عاصمه. حنا اليوم المطالب هي تحديد المحامون اللي كانوا كينوبوا على مافيا العقار، لان شهود الزور هذه مبادره جد جد ممتازه. كذلك المحامون، بعض المحامون، البعض القله القليله اللي هي تخنات وكانت هي السلاح ديال مافيا العقار، لان هي اللي كانت لانترفاس مع لا جوستيس، هي اللي كانت تدلي لتمويل العداله بهذوك الوثائق المزوره، هي اللي كانت ترافع. فلماذا دو بوا دو ميزور؟ حنا خصنا نتخلصوا من هذا المحامون عبر المعطيات والبحث في الملفات اللي ظلموا فيها. وهذا من شأنه أنه غيعري على واحد الواقع وتنظيف هذه المهنة الشريفة اللي هي سند يعني من للعدل. وعليه فمني كنشوفوا مثلا السيويبي راه عارف شنو هو الملفات ديال مافيا العقار ديال الدار البيضاء، لأنه كان تينوب على جيرار بني طاح اللي مسكين تلقى مقطوع مقتول ميت في السيارة ديالو، والملف ديال روموندي. واحد السؤال جاتني لواحد الخبار دابا، يلا غنرجعوا لهذا الموضوع في حلقات جاية، بأنه هذه رسالة السيد الوكيل العام، لأنه ملي كان المطار قدمنا الشكاية ديال روموندي، تحالت على الفرقة الوطنية، مطار الله يرحمه، وهاد الأيام يلا قال لك بأنه تحال على الابتدائية. لماذا تحال ملف جنائي؟ لأنه تم السطو على 200 شقة، وهذوك الأشخاص متورطين في ملفات أخرى. فلماذا ما الوراء اللي تحيد هذا الملف وتحال على المحكمة الابتدائية؟ لماذا؟ هذا غنرجعوا ليه، حنا ما نسيناكمش، عندك جاب لك الله غنطلقوا من هذه البلاد بسهولة باش ننظفوها. رحنا ماشي من الفاسدين، هناك الفاسدون الرخاص اللي كلاو. وها هناك الشرفاء، فهمت، حاضرون. تحياتي اخوتي المغاربه.